السلام عليكم طلاب الصف العاشر من مدرسة بيت العتيق الثانوية. إن شاء الله اليوم مكملين بآخر فصل من هذا الدرس، وبيحكي لي عن بداية رح يحكي لي عن العمولة. أول شيء معرف إن العمولة هي عبارة عن نظام من المكافآت المالية تعطى للقائمين على عمليات البيع والشراء أو تسهيل الخدمات أو تسهيل حركة الاستيراد والتصدير، مثل مندوبي المبيعات. مندوبي المبيعات يعني مثلا هم الأشخاص اللي ممكن يتنقلوا ما بين المحلات، الشركات، أحيانا البيوت، حتى يعرضوا خدماتهم ويعني يسألوا على منتجاتهم. طب حكي لي بأنه الشيء المهم عندي في هذا الدرس أنا إني أحسب من هذه العمولة إما قيمة العمولة أو صافي المبيعات. قيمة العمولة هي عبارة عن صافي المبيعات ضرب النسبة المئوية. طب في حال أنا بالسؤال ما كان معطيني صافي المبيعات وطالب مني قيمة العمولة، حكى لي في قانون بحسب من خلاله صافي المبيعات، وهو عبارة عن جملة المبيعات ناقص المبيعات المرتجعة. طب طبعا مش بالسؤال دايما ممكن يعطيني بشكل عام وأحل فيه على القانون بشكل مباشر، ممكن هو يعطيني مثلا من صافي المبيعات، يعطيني الكامل الصافي ويطلب مني جملة المبلغ، عفوا جملة المبيعات. فأنا هون بضطر أغير في القانون بحيث إني بنقل جملة المبيعات، بنقل المبيعات المرتجعة على الطرف الثاني عشان أترك جملة المبيعات ولا حالها. فبتصفي صافي المبيعات زائد المبيعات المرتجعة تساوي جملة المبيعات. يعني أنا بإمكاني أغير بقانوني زي ما بيناسب سؤالي. بيحكي لي طب شو هي المبيعات المرتجعة؟ هي قيمة السلعة التي تعاد إلى البائع لأسباب مختلفة. يعني أحيانا بعض الشركات ممكن يشتروا سلع معينة وما تعجبهم يعني فيرجعوها للبائع، يرجعوا قيمتها للبائع. طبعا هاي القيمة تعتبر بسميها مبيعات مرتجعة. طب كيف ممكن أنا أخذ سؤال على العمولة؟ حكى لي مندوب مبيعات في شركة بتقاضى 6% من قيمة مبيعاته الشهرية إذا قبض في أحد الأشهر مبلغ 162 دينار. كم إجمالي مبيعاته؟ هاي أول سؤال بده إجمالي المبيعات، تمام؟ علما بأن قيمة المبيعات المرتجعة كانت 3000 دينار. أنا أعطاني بالسؤال النسبة المئوية، وأعطاني أيضا 162 وهي قيمة العمولة، بحيث أنه حكالي مندوب مبيعات بتقاضى 6% من عمولته، فمعناته